حضرتك السلع التموينية متوفرة في 1500 مخزن فرع جملة بتصرف سلع تموينية البقال التمويني بصفة مستمرة لشهور عدة، والحمد لله عندنا أرصدة كافية من 28 سلع. طب هل سنشاهد تعديل في الأسعار السلع التموينية في الأشهر المقبلة؟ السلع التموينية أسعارها ثابتة الحمد لله، ما فيش الا الزيت بس هو اللي زاد، انما ما فيش اي حاجه والسلع ثابته وما فيش اي حاجه تقول كده، ودي سلطه عليا احنا ما نقدرش نتكلم. يعني بعد تعديل اسعار الزيت انا شايف ان في نوعين من الزيت، ال 800 مللي واللتر. ايوه في 800 مللي وواحد لتر، ده كان سعر 800 مللي 19.75، دلوقتي يتباع ب 20 للمستهلك. والزيت الخليط اللي هو الليت ب 24.75 دلوقتي عشان 25 للمستهلك، ومفيش اي تأثير لان اساسا البقال التمويني والمستهلك بياخد بدون فلوس. يعني متشكرين لحضرتك.